للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ كمال ريان، الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء. أستاذ كمال، بعد التحية، يعني حزمة قرارات رادعة لمواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية، يعني برأيك أهم هذه القرارات هذه المرة؟ نعم، يعني بالفعل المجلس الوزراء اليوم أعلن عن حزمة من القرارات الجديدة الرادعة لمواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية، وضمان كما أكد رئيس الوزراء أن لا يتم التعدي على بقعة جديدة واحدة من الأراضي الزراعية، طبعا نظرا لما تمثله من ثروة للأجيال المقبلة، وليس من حق أي أحد أن يعني يعتدي عليه على هذه الثروة. الحقيقة حزمة القرارات الجديدة في مقدمتها تشكيل لجان من المحافظات، لهذه اللجان تكون من مسؤولي القرى والمدن والمحافظات المختلفة، هتكون مسؤولة عن أي تعديات جديدة. وكما أكد وزير الزراعة اليوم أن شيوع المسؤولية في وقت سابق كانت تشجع البعض على ارتكاب المخالفات. الحقيقة هذه اللجان تم البدء في تجربة تطبيقها في 6 محافظات وأثمرت على نتائج مهمة جدا، عشان كده النهاردة هيتم إن شاء الله تعميمها على مختلف المحافظات. أيضا هناك تعاون وتنسيق بين الوزارات المعنية، ومنها وزارة التنمية المحلية، وزارة الزراعة، وزارة الداخلية، للتعامل الفوري مع أي تعديات. أيضا ضمن حزمة القرارات إعداد مشروع قانون يتضمن مصادرة المبنى المخالف، وأيضا اعتبار التعدي على الأراضي الزراعية جريمة مخلة بالشرف، وكذلك فرض غرامات مالية كبيرة على المعتدين، وأن يتضمن كذلك مشروع القانون معاقبة المقاول الذي يتولى البناء المخالف. أعتقد أن يعني بمثل هذا التشريع سيتم ضبط العملية من كل الجوانب، حتى المقاول الذي يساعد المخالف سيتعرض أيضا للعقاب. أيضا رئيس الوزراء شدد على أن أي تعدي جديد سيتم التعامل معه بكل حذر، وأن الأجهزة المعنية ستقوم بإزالة أي تعديات بكافة صورها وأشكالها، وكذلك سيتم اتخاذ إجراءات رادعة بالإضافة إلى إيقاف أي دعم يحصل عليه المتعدي على أي بقعة زراعية، سواء كان هذا الدعم من التموين أو من الخبز أو من الأسمدة أو غيرها من صور الدعم. طب أستاذ كمال، يعني هذه قرارات تخص ما هو جديد فيما يتعلق بالتعدي على الأراضي الزراعية، أم ما هو قائم بالفعل؟ هي تخص على كل التعديات، لأن حتى قبل كده عندما أعلنت الدولة عن تقنين أوضاع كان هناك طبعا يعني الأراضي الزراعية بالذات لا يوجد تقنين أوضاع بالنسبة لها، لأن الأراضي الزراعية يعني تمثل ثروة قومية، فأي تعديات على الأراضي الزراعية. بس هو حصل مصالحات بالفعل يا أستاذ كمال على المصالحات؟ لا، المصالحات كانت على أملاك الدولة، أو على إنما ما كانتش على الأراضي الزراعية اللي هي الصالحة للزراعة حاليا، كانت مستبعدة، لأن طبعا الدولة يعني في موضوع التعدي على الأراضي الزراعية بالذات لا تهاون مع أي تعديات على الأراضي الزراعية. إحنا بنتكلم عن الأراضي الصالحة للزراعة اللي هي بيتم استزراعها، لا طبعا لا تصالح عليها، والدولة كانت أعلنت مثل هذه الإجراءات. التصالح كان على الأراضي اللي هي أراضي الدولة اللي كانت مش مدفوع ثمنها، أو الناس اللي كانت بتضع إيدها عليها دون سداد. طيب أستاذ كمال، يعني كل هذه القرارات تعتبر جديدة بالنسبة للمواطنين، إلى أي مدى من الممكن اعتبار هذه القرارات رادعة يعني في سبيل التعدي على الأراضي الزراعية؟ أعتقد أن هذه القرارات رادعة لكذا سبب. أولا أن اللجان هتكون مسؤولة زي ما أكد وزير الزراعة، شيوع المسؤولية كان بيشجع البعض على التعدي. ثاني حاجة هيكون في هذا التشريع اللي هيصدر، واللي أشرنا أنه هو يعتبرها جريمة مخلة بالشرف، وأيضا هيتم مصادرة المبنى نفسه، وهيتم معاقبة المقاول اللي بيقوم بالبناء، وأيضا حرمان المتعدي من أي دعم يحصل عليه من الدولة. أعتقد أن كل هذه القرارات رادعة، وهي تمثل رسالة بأن الدولة المصرية لن تتهاون في أي شبه من الأراضي الزراعية يتم التعدي عليه أو محاولة التعدي عليه، طبعا ده بالإضافة لإزالة المخالفات على الفور ومصادرة المباني حسب التصدير حسب التشريع اللي هيصدر، هيتم مصادرة المبنى، وبالتالي فإن المتعدي لن ينتفع بنتيجة تعدياته على الأراضي الزراعية. نعم، أشكرك جزيل الشكر الأستاذ كمال ريان، الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء.